نقطة واحدة أتكلم فيها معاكم. يا مصريين مش يا جيش، يا مصريين مش يا جيش. هتجدوني دايما بأكرر إن التحدي اللي موجود قدام مصر هو تماسك الدولة المصرية. إحنا التحدي مش خارجي، التحدي مش خارجي، التحدي داخلي. إزاي تاكلوا بعضكم؟ إزاي تموتوا بعضكم؟ إزاي تكسروا بعضكم؟ اصحوا وانتبهوا، هو ده الدرس الجديد بقى، ده الدرس الجديد بقى اللي احنا محتاجين نفضل كلنا حكومة، مواطنين، شعب، مفكرين، مثقفين، إعلاميين. إذا كنتوا خايفين على بلدكم بجد، شكرا جزيلا.